مساء الخير متابعينا في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية من طقس العرب التي سنتحدث فيها عن تفاصيل والحالة الجوية المتوقعة لعموم مناطق المملكة خلال 24 ساعة القادمة. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور، حيث يكون الطقس غالبا صافي، 23 درجة مئوية كحرارة مقاسة، أما الملموسة 23، الرطوبة منخفضة، أما الرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة السرعة، وبالتالي السحور في الخارج سيكون جيد بشكل عام. التوقعات الجوية اليوم غد بإذن الله في باقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية، ارتفاعات واضحة على درجات الحرارة وطقس حار بشكل عام. سكاكا 37 إلى 25 نفس الحرارة في عرعر، أما تبوك 37 إلى 26 مع أجواء حارة بشكل عام. المنطقة الغربية المدينة المنورة 40 إلى 28، جدة 36 إلى 29، مكة المكرمة 39 إلى 29، أما الطائف فرصة لزخات رعدية من الأمطار 28 إلى 21 درجة مئوية، بالتالي هناك تراجع في حالة عدم الاستقرار الجوي التي أثرت على عموم هذه المناطق خلال اليومين الماضيين. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية تبقى الأجواء هناك غير مستقرة خاصة خلال فترة الظهيرة والعصر. الباحة 24 إلى 17، أبها 26 إلى 16 مع زخات رعدية من الأمطار، وجازان 35 إلى 28 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 35 إلى 25، حفر الباطن 28 إلى 23، أما الإحساء طقس صافي 38 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض 36 إلى 24، بريدة 35 إلى 23، أما حائل طقس صافي 32 إلى 22 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.